سالي مستمرين بمحطات صباحنا غير، ووصلنا لمحطتنا الأخيرة. وين رح نروح فيها؟ رح نروح فيها على محافظة طرطوس يا سلمى، مع مساحة من التطوع والعمل الإنساني، وأكيد حملة أكدت تواجدها بين الناس إلى جانب الجرحى من رجال الجيش العربي السوري. معا نستمر، وأنشطة يلي عم تمتد لتلامس نبض الحياة. معنا عبر الهاتف المسؤولة الإعلامية للحملة الأنسة ريم عبد اللطيف. يسعد صباحك. صباحكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير دائما، وشكرا لكم لنقل هذا الصوت من طرطوس. أكيد. صباحكم وصباح الوطن الكبير سوريا. صباحك غير دائما، وصباح غير لكل أهلنا بطرطوس. مؤخرا كان لكم مجموعة من الأنشطة الفردية، خلينا نتعرف أكثر على تفاصيلها. شكرا لكم ولمتابعتكم للمحطة صاحبة الصوت الوطني والإعلام القوي دائما، التي تنقل الأعمال الوطنية التي تفيد هذا الوطن. أنا بتذكركم دائما أكيد، ومثل ما قلتي عزيزتي أنه فعلا كنا بعمل نوعا ما الاهتمام بحالات فردية هي اللي فرض علينا هذا الموضوع، هو الحالات الخاصة والصعبة لبعض جرحى الجيش العربي السوري. كان وصلت لعندنا أخبارهم وقمنا بتوصيل هذه المساعدات لهم. طبعا مؤخرا نحن كانت لقاءات معهم في منازلهم وتقديم لهم هذه المساعدات قدر المستطاع. وكان في عنا طبعا عمل نحن ما بنقول يعني فردي، هو زيارة كل أسرة من أسر الشهداء أيضا في منازلهم، ولكن أنا لم أكن يعني بمفردي، أنا موجودة مع حملة في عدد كبير جدا من الأصدقاء وعدد من الفعاليات الاقتصادية، هم أصدقاء حملة معا نستمر. اللافتة كان مؤخرا عنا نحن أسر الشهداء اللي تواصلنا معهم في الفترة الأخيرة، هم كانوا أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكان الاهتمام بهم شيء جديد يعني للحملة. نحن من فترة من الزمن أطلقنا أنه الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة على قدر استطاعتنا، ولكن هذه الفترة كانت من أسر الشهداء أيضا كان عندهم ذوي احتياجات خاصة، وتم تقديم المساعدة لهم حسب كل حاجة. كان شيء كثير حلو، عمل جيد عندما نرى هؤلاء يبتسمون وبيشعروا أنهم هم ليسوا فقط ذوي شهداء، هم أيضا ذوي احتياجات خاصة ولامسهم في أوجاع يعني في هذه الأوجاع دائما. في كل مناسبة لدينا عمل نقوم بتقديم هذه المساعدات، طبعا هي الحملة حملة خيرية طبعا تطوعية إنسانية، نقدم هذه المساعدات للجرحى في منازلهم في أماكنهم، يعني في أشخاص رجعت على عملها نحن دائما نرجع من تابعهم ونشوف وين وصلوا، إذا في علاج طبعا بنقدر نقدم لهم، ليس من عن طريق الحملة فقط، هناك تشبيك أيضا مع جهات رسمية وخاصة مكتب الجرحى في مديرية الصحة. يعني هذا العمل الأخير كان لنا في من فترة من أكثر من أسبوعين، تم زيارة عدد من الجرحى الذين كنا تواصلنا معهم منذ بداية الحملة لحالاتهم الصعبة، وأنا يعني كنت بتمنى يكون عندهم تحسن أكثر، ولكن جراحهم كانت كبيرة شوي، عم نحاول نحن نقدم لهم المساعدة قدر المستطاع. يعني طبعا هيدا الجهود مشكورة، وهي الأعمال الإنسانية والتطوعية لكم أنسة ريم. كمان كان لكم مساحة من المشاركة بالنبض الثقافي اللي عم تشهده محافظة طرطوس، خلينا تحكي لنا عن المشاركة وشو تحضيراتكم الحالية. طبعا هلا حملة معنا نستمر ايضا تهتم بالشان الثقافي والتعليمي، في احد المناسبات كان هناك مسرحيه وكنا قد شاركنا بها مسرحيه، انا معلش لازم اقول انه هي تنقل النبض الوطني السوري، مسرحيه البركان شاركنا فيها بدعم هذه المسرحية أنا وعدد كبير جدا من الفعاليات الاقتصادية في طرطوس، وأيضا شاركنا بعدد كبير من المناسبات، كنا نحن بشهر رمضان وما كان عندي أنا ما سمح لي لزوركم معكم، يعني شاركنا بعدد من المناسبات والاحتفالات التي يعني كانت تخص شهر رمضان الخيري، هناك كان أفطارات
شاركنا بها. تم خلال هذه الإفطارات تكريم عدد من الجرحى والشهداء، ذوي الشهداء عفوا، وأيضا تم تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي آخر مرة كنا تواصلنا كحملة مع أحد الطلاب الذين هم ذوي احتياجات خاصة أيضا، وقدمنا لهم هذه المساعدات. هذا ينصب بالبعد الثقافي للحملة. أي عمل وطني نحن نشارك به، إن كان ثقافيا أو اجتماعيا أو مجتمعيا، كل ما هو يعني يقدم فائدة للمجتمع نحن نشارك به. نعم، يعني أصريم لما عم نحكي عن معنا نستمر، وخصوصا بطرطوس تكتسب هذه الحملة خصوصية، ونحن عم نحكي عن أم الشهداء، أعداد كبيرة من الشهداء قدمتها هي المحافظة، وهذا يعني أنه واقع عمل صعب عليكم، يمكن احتياجات دائما متجددة، الأرقام عم تتزايد، ذوي الشهداء دائما بازدياد. خلينا نحكي عن آلية العمل وكيف عم بتم توصلوا لأكبر عدد ممكن من أهالي الشهداء. طبعا أنا بشكرك كثير لهذا السؤال. حجم العمل كبير جدا، نحن نحتاج أكيد للدعم، ونحن نملك أو أصبحنا عدد كبير جدا من الفعاليات الاقتصادية المشاركة لنا. نحن كل شخص عنا بالحملة له عمل خاص، ويتم التواصل معنا أما عن عبر كل وسائل التواصل، يعني نحن الأجهزة مواقع التواصل، الأجهزة الإلكترونية، الموبايلات، نحن كأي شيء نحن نستقبل هذه الحالات، وبيتم طبعا معالجتها ومتابعتها عن طريق أشخاص. يعمل معنا عدد كبير من منسقين المكاتب الصحية، ويعمل يعمل معنا أيضا عدد من المتطوعين. نحن حملة تطوعية قولا واحدا، ولكن هناك أيضا دعم من الجهات الرسمية لنا، يساعدوننا في أماكن عندما نحتاج ذلك. أشكر دائما القيادات الحزبية والرسمية ومديرية الصحة للتشبيك الكبير الذي يقدمونه لنا والمساعدة لهؤلاء الجرحى، يقومون بمتابعة كل جريح في مكانه وفي منزله ويصلون إليه في أبعد نقطة. ما أريد أن أقوله، اللافت اليوم في الفترة الأخيرة تم انضمام إلى الحملة عدد من المغتربين السوريين وهم من أبناء محافظة في طرطوس، وأشكر ثقتهم ويقومون اليوم بتقديم الجهد الكبير ماديا لعدد من هؤلاء الأسر. طبعا الأماكن بعيدة كثير صارت، والبيوت كثيرة والآلام كبيرة، نحتاج إلى فريق عمل كبير جدا، ولكن نحن عم نستطيع قدر الإمكان أن نصل لهؤلاء. في نحن انا بحب اضيف هلا يعني بالايام القادمه والقليله، يعني رح يكون في زياره لعدد كبير من جرحى الجيش العربي السوري في المشفى العسكري. كل فتره نحن نقوم بهذا العمل، ولكن ما يميز حمله مع ان نستمر اننا سوف نقوم للمره الثانيه بدعم الصندوق المالي للمشفى، ومن اجل علاج اي جريح يعني يحتاج. تعرفي عزيزه الجرحى كل يوم والآلام كثيرة تصلنا كل يوم. أحيانا نحن نحتاج بيجي الجريح فجأة، ما نقدر يمكن نقدم له، هون عنا نحن صندوق ائتماني بأحد المساسي بيقدر يقدم له المساعدة قدر المستطاع. يعني أنسة ريم، نحن بدنا نتشكر هيدا الحملة اللي قمتوا فيها، وأكيد بدنا نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا جرحى الجيش العربي السوري. بنتمنى لكم التوفيق بجميع أعمالكم بجميع حملاتكم، وإن شاء الله تقدروا توصلوا للي بدكم اياه. أنا بتشكر الإخباري سوري دائما، بدي أترحم دائما على الشهداء، ونحن نقول لهم نحن أوفياء لكم في كل مكان وفي كل زمان، وإن شاء الله الشفاء لهؤلاء الجرحى. وبدي أقول بهذه الظروف الصعبة يسمحوا لي أني أقدم أكبر تحية احترام للجيش العربي السوري المرابط في ساحات الوطن. الظروف الطقس الصعبة يعني نحن بنأدي لهم التحية في كل مكان، الله يكون معهم. وبتشكر لأنكم دائما تنقلون هذا الصوت، أنا عبر الإخبارية السورية
دائما بقول اي جريح بيسمع بالحمله يعني يتواصل معنا لنقدر نساعده قدر اكيد المستطاع. اكيد ست ريم، دائما نحن معك اكيد، ومع حمله معا نستمر مع كل الحملات يلي عم تدعم ابطال الجيش العربي السوري. اكيد بدنا نتشكر هي الجهود الكبيره، ومثل ما قلتي بالبدايه مهما قدمنا فنحن عم نقدم جزء بسيط امام التضحيات الكبيره يلي عم يقدمها ابطال الجيش العربي السوري للحفاظ على طهر هي الارض سوريا الحبيبه. شكرا لك وشكرا لكل الجهود.